أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في العربي الجديد، واشنطن تبدد إعفاء بغداد من عقوبات الاستيراد الطاقة من طهران لأربعة أشهر. في المدى، نواب ومختصون حظر التجوال خفض إيرادات الطبقات الفقيرة 70%. وعنونت القدس العربي، إدارة بايدن تؤكد أنها تعد الضفة الغربية أرضاً محتلة. نطالع في الشرق الأوسط، روحاني قلق من تراجع الإقبال على الانتخابات. وعنونت العرب اللندنية، تجسس روسيا على إيطاليا يفجر أزمة دبلوماسية. وفي موقع عربي 21، بدء التحقيق بحادث سفينة السويس والخسائر تقدر بمليار دولار. أما في إندبندنت عربية، مبعوثة الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في ميانمار. تحكم الميليشيات المسلحة في العراق موضوع تناوله الكاتب عوني القلمشي في مقالة جاء فيها: إذا حدث تغيير يصب في خدمة العراق والعراقيين، فإن أمريكا وإيران لن تقبلا به. لم يكن وجود الميليشيات المسلحة في العراق وليد الصدفة أو جراء حاجة هذا الحزب أو تلك الطائفة لكسب مزيدا من القوة ضد الآخرين، وإنما تم تشكيلها وتنظيمها في إيران قبل عدة عقود، وتحديداً يوم 17 من شهر تشرين الثاني عام 1982. كان أبرزها فيلق بدر وحزب الدعوة ومنظمة العمل، حين حددت مهمتها بإسقاط النظام واستلام السلطة في العراق، ليتسنى لإيران تحقيق حلمها الإمبراطوري بضم العراق إليها، أو على الأقل تحويل العراق إلى قاعدة متقدمة لتنفيذ مشروع الهلال الشيعي الذي يصل إلى لبنان عبر العراق وسوريا. بعد طول انتظار، وجدت هذه الميليشيات ضالتها في الاحتلال الأمريكي للعراق وتحقيق الهدف الذي قامت من أجله، خاصة وأن عددها تجاوز العشرات، وأن سلاحها بلغ من القوة التي يصعب تجاهلها، لتتحد لاحقاً تحت اسم البيت الشيعي وفق شعار أخذناها وبعد ما ننطيها. أما الخطوة الكبرى التي اتخذتها الميليشيات فهي تشكيل حشد مسلح لا للدفاع عن العراق كما تزعم، بل ليكون نواة لتشكيل الحرس الثوري العراقي على غرار الحرس الثوري الإيراني، والذي أوصى به الخميني، فكان قاسم سليماني وراء هذا الحشد. واليوم في عهد الكاظمي تقدمت الميليشيات خطوات كبيرة للأمام باتجاه استلام السلطة علناً، جعلت من الكاظمي لعبة بيدها تعاقبه على أي خطأ يرتكبه أو هفوة تصدر منها. أضاف القلمشي أن استمرار وجود الميليشيات إلى جانب الفساد والسرقة وتجويع الشعب وإذلاله وتحطيم إرادته وصموده يقوي الأساس الذي تستند إليه دول الاحتلال للحفاظ على غنيمتها. المسميات الميليشياوية في العراق واتخاذ الميليشيات المسلحة من الدين غطاء لأعمالها الإجرامية موضوع تناوله الكاتب حازم صاغية في مقالة جاء فيها إن أفراد المهمات الإيرانية الأكثر قذارة في العراق مهمتهم الرائدة والمركبة هي منع الدولة من القيام والإمعان في تعفين المجتمع بحسب تعبيره والحفر في غرائزه الطائفية والإثنية. بعد قيام ثورة 1979 في إيران، ظهر تنظيم سمي حزب الله كان إسهامه الأكبر إحكام قبضة السلطة بكثير من الخشونة على الجامعات والطلبة والكتب. بعد ذلك وفي عام 1995 نشأت مجموعة أخرى سمت نفسها أنصار حزب الله وعرفت بخدماتها للشرطة وأجهزة الأمن. بين هذين التاريخين في أوائل الثمانينيات نشأ حزب الله اللبناني في السفارة الإيرانية بدمشق، وكان ما كان، ثم جاء دور العراق بعد تعاظم النفوذ الإيراني فيه فأسست كتائب حزب الله،
كما جاء دور اليمن، فكان تنظيم أنصار الله والأنصار. ومنذ فترة غير بعيدة ظهر في العراق اسم جديد وهو ربع الله، والربع قد يكون الدار أو الحي أو العشيرة أو الصحبة. وقد يقول قائل إن في الأمر دالة بعيدة على الله يعود بعض أصولها إلى تقاليد فقهية أتاحت إعطاء ألقاب من نوع آية الله وروح الله أو الاثنين معا دفعة واحدة، ولكنها إساءة لاسم الله من ربع الله التابعين لميليشيا كتائب حزب الله، وكلهم في آخر المطاف عناصر في ميليشيات الحشد. إنهم يطلقون حملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي ضد هدفهم، ثم يتقدمون نحوه مقنعين بلباس أسود وعصبة حمراء للرأس، وفي الأيدي هروات وبلطات وأدوات حادة، لكنهم أيضاً وفي استعراضاتهم الكبرى يستقلون سيارات دفع رباعي في شوارع بغداد تصحبهم أسلحتهم وشعارهم لا نخاف ولا نستحي. أضاف الكاتب: إنهم يسعون إلى إفشال محاولات كبح الفساد وتحسين الصلات مع الجوار العربي والعالم. الفساد المستشري في مفاصل الدولة في العراق وحاميته الميليشياوية المسلحة، هذا عنوان موضوع تناوله الكاتب رشيد خيون في مقالة جاء فيها إن أكبر معاناة اقتصاد الدولة التي يسودها الفساد المسلح أن المستثمر المحلي والأجنبي يتردد عندما لا يجد الأمن له ولأمواله، فالدولة ليست دولة، والتهديد يأتي من متنفذين وميليشيات مسلحة التي لا تسمح بالوصول إلى رؤوس الفساد. كتل شيعية متنفذة تطلب تقييد لجنة مكافحة الفساد بعد اقترابها من اعتقال قادة بارزين في الميليشيات. ليس هناك دولة خلت من فساد مالي وإداري، فالمال والمنصب مغريان إذا ترك بلا رقيب وحسيب وبلا تجديد وتكييف لسبل الرقابة. ففي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي نشطت الحكومة العراقية في مكافحة الفساد بإطلاق شعار من أين لك هذا؟ مع أن الفساد آنذاك كان يجري بسرية تامة ورعب من الفضائح، وأشاعت السلطة في إعلامها هذا الشعار. ومن المؤكد أن كل إجراء ضد الفساد يبدأ بسؤال من أين لك هذا؟ ولكن عندما يكون الفساد مسلحاً وله يد طولة في السلطة يحرم هذا السؤال، لأن الفساد قاعدة والأمانة شواذ، وما يؤسس من أجهزة للنزاهة والرقابة تبقى خاضعة للفساد نفسه. حصل ببغداد يوماً أن نشط اللصوص وكثر السطو نهاراً، فكان اللصوص يمشون بثياب التجار في النهار فلا يعرفهم أحد حتى يأخذوه، وها هم اليوم يمشون بثياب العسكر مستعرضين سلاحهم وريتهم بعنوان ربع الله، نجد في عبارة كان اللصوص يمشون بثياب التجار تعبيراً عميقاً عن الفساد وانحصار الدولة. كان يجري اتفاق بين وزير أو قاض واللصوص، يطلقون أيديهم في اللصوصية مقابل حصة يدفعونها مما يسرقون. ظهر اللصوص وأخذوا الأموال وجال التجار، ومعلوم أن البلاد التي يهجرها التجار يهتز اقتصادها. وأضاف الكاتب أن من مصلحة اللصوص وهم الفاسدون اليوم أن تبقى الأزمات قائمة والأمن غير مستقر، وهم ينشطون في أثناء هذه الكوارث والأزمات والأوبئة. الاتفاق الصيني الإيراني الأخير والشراكة الاستراتيجية بين البلدين موضوع تناوله الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة جاء فيها: تشجع هذه الاتفاقية الجديدة مع الصين نظام الملالي في إيران على الامتناع عن التفاوض بشأن الملف النووي، ولكن هذا الامتناع له أثمان باهظة بالمقابل. المألوف عن الصين أنها في كل مواجهة في مجلس الأمن الدولي حول أي نظام حكم مارق يرتكب رئيسه الدكتاتور ألواناً من الجرائم ضد شعبه وجيرانه وضد الإنسانية، أن تجعل كل جلسة من جلسات المجلس ساحة سمسرة تعقد فيها الصفقات وتقوم فيها بتسلم الرشوة نقداً أو نفطاً أو أشياء أخرى. فقد اعتاد العالم على دعم الصين الدائم والمتشدد لأنظمة فاسدة ديكتاتورية مجرمة
لتمنع يد العدالة الدولية من المساس بها أو برؤسائها. فقط حين تجد فيها مصلحة، وخصوصاً إذا كانت الولايات المتحدة هي الساعية إلى معاقبة أحد تلك الأنظمة. مناسبة هذا الكلام هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي عقدته الحكومة الإيرانية مع الصين لمدة 25 سنة، وما تسرب من مضمون الاتفاق أن النظام الإيراني اختار أن يهب نفسه للتنين الأصفر ويرهن عنده الشعب الإيراني لربع قرن قادم من الزمن. بعبارة أوضح، إن الاتفاق الذي وقعه النظام الإيراني مع الصين لا يعتبر تبادل مصالح بين دولتين، بل بين دولة مهزوزة معزولة مريضة وهي إيران، وبين فيل تجاري صناعي سياسي ضخم بكل قوته وهو الصين. فالنظام الإيراني يتخيل أن تكون الصين ذراعه الدولية الضاربة التي تدخل معه في المواجهة السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج العربي، وهو وهم قد يكون عمى بصر وبصيرة بلا حدود. وأضاف الكاتب الزبيدي أن الولايات المتحدة وحليفاتها قد تختار المواجهة الحاسمة لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، والصين أذكى من أن تقع في فخ من هذا النوع. غياب مفهوم الدولة العربية، هذا موضوع تناولته صحيفة العربي الجديد في مقالة جاء فيها. تبدو الدولة العربية اليوم في مفترق الطرق بعد سقوط العقائد السياسية التي تغذت عليها على مدار العقود السبعة الأخيرة، وتزداد شروخها على أكثر من صعيد، ولا سيما فيما له صلة بالاندماج الوطني والاجتماعي وبناء مقتضيات الشرعية السياسية. لقد احتكرت السلطة توظيف مؤسسات الدولة ووجهتها لخدمة مصالحها العائلية والطائفية والفئوية، واعتبرت معارضة سياساتها معارضة لهذه الدولة وسيادتها، ولذلك لم يكن مستغرباً أن يتهاوى كيان الدولة وتتفكك بنياتها في بعض بلدان المنطقة بمجرد سقوط النظام السياسي الحاكم. ولم تكن الثورة المضادة في أحد عناوينها الرئيسة إلا انعكاساً لتخوف النظام الرسمي العربي من أن يفضي المد الثوري الذي اجتاح المنطقة في عام 2011 إلى إعادة بناء علاقة السلطة بالدولة التي يفترض أن تكون أجهزتها في خدمة المجتمع من دون تمييز بين مكوناته. ولذلك رأت هذه الثورة المضادة إسقاط الأنظمة القائمة مساً بالهوية والسيادة الوطنيتين. قد لا يكون مبالغة القول إن المنطقة العربية تمثل أحد أكثر النماذج سوءاً في العالم لهذه العلاقة المركبة بين السلطة والدولة، خصوصاً في وجود إعلام فاسد يتوسل بالدين والتاريخ والتقاليد لتبرير سرديات الاستبداد العربي. ويزداد الوضع سوءاً مع التغطية السياسية التي أصبحت تقدمها المؤسسات الوسيطة للسلطة في تحكمها بمؤسسات الدولة ومقدراتها، الأمر الذي يعيد إنتاج أعطاب هذه الدولة ويعمق الفجوة بينها وبين مصادر التحديث، ويبقى التحكم في مصادر تحديث هذه الدولة تحدياً مصيرياً بالنسبة للأنظمة الحاكمة، حيث تعمل كل ما في وسعها للحد من فعاليتها وتوظيفها. أضاف الكاتب، ليس تزايد الطلب على الديمقراطية والمواطنة والتنمية والعدالة الاجتماعية إلا تنويعاً لمطلب جوهري يرتبط بإصلاحها وتحرير مؤسساتها ومقدراتها من سيطرة الأنظمة الحاكمة. الانفتاح الصيني والإيراني وانعكاساته على العقوبات الأمريكية على طهران موضوع تناولته الكاتبة هدى الحسيني في مقالة جاء فيها. الصين لم تدخل في أي صراع عسكري مباشر في تاريخها الحديث، ومن المؤكد أنها لن تنجر إلى مستنقعات وحروب لإيران التي ستستنفذ كثيرا مما جنته في تاريخها الحديث. وافقت الصين على استثمار 400 مليار دولار في إيران على مدى 25 عاماً مقابل إمدادات ثابتة من النفط لتغذية اقتصادها المتنامي وفق اتفاق اقتصادي وأمني شامل وقع السبت الماضي. والإيرانيون هتفوا مساء الاثنين إيران ليست للبيع،
ولكن إذا انهار الاتفاق النووي بالكامل، فقد تواجه الشركات الصينية أيضاً عقوبات ثانوية من واشنطن، وهي قضية أثارت غضب الصين في الماضي. إن كل اتفاقيات العالم لن تنقذ إيران إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عنها، وإذا بقيت خارج النظام المالي العالمي الذي تقوده أمريكا. ومن المؤكد أن إيران تسعى من وراء الاتفاقية مع الصين إلى رفع بعض الضغط الاقتصادي القاسي جداً عنها، والأهم تحسين موقعها التفاوضي، وهي تلعب الآن في الوقت الضائع. من أسبابه عدم وضوح رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة وعدم الاستقرار السياسي الناتج عن ذلك، وقلق المنطقة الناتج عن تغيير سياسة الإدارة الأمريكية. لكن يرجح أن واشنطن ستتجاهل ذلك وتتجه للمفاوضات مع الصين، وقد أكدت إدارة بايدن أن ذلك أولوية لديها. ويبقى جوهر الأمر مسألة العقوبات، فمن دون رفعها لا يمكن لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي. يمكن للصين توقيع عقود بتريليونات الدولارات، ولكن في النهاية أفضل مما يمكنها فعله هو السداد بالبضائع وليس المال بسبب العقوبات والحرمان من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. أضافت الكاتبة: الصين ترى أن الوضع الإيراني المهترئ يعطيها فرصة سانحة للدخول بأقل الأثمان، ولكن تدخلات إيران في المنطقة لن تسمح للصين بالحصول على ما تريد، وقد تغادر الصين وتترك إيران تتخبط في مصائبها. أعلنت مجموعة بيونتيك فايزر أن لقاحها فعال بنسبة 100% للأعمار ما بين 12 و15 عاما، وذلك على وفق التجارب السريرية التي أجريت. وذكرت المجموعة أن المرحلة الثالثة والتي شملت 2260 مشاركا للأعمار ما بين 12 و15 عاما في الولايات المتحدة أظهرت استجابة قوية للأجسام المضادة بعد شهر من الجرعة الثانية، وتجاوزت النسبة لتلك التي ظهرت على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، على الرغم من أن اللقاح مرخص لحالات الطوارئ في أمريكا لمن تبلغ أعمارهم 16 عاما. ورصد الباحثون إصابة 18 مشاركا بفيروس كورونا من أصل 1129 منحوا علاجا وهميا، ولكن لم يصب أي من المتطوعين 1131 الذين حصلوا على اللقاح بالفيروس. وتعتزم المجموعة تقديم نتائجها لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أقرب فرصة لتفويضه من أجل الاستخدام الطارئ والموسع على جرعتين. وذكرت أن الأعراض الجانبية كانت مماثلة في المجموعتين العمريتين، ولكن سيراقب المشاركون سيراقبون من أجل الحماية والسلامة لمدة عامين بعد الجرعة الثانية. هذا وتخطط المجموعة من أجل البدء بجرعات للأطفال ما بين 2 و5 سنوات في الأسبوع المقبل، كذلك الأطفال الذين هم أكبر من 6 أشهر، والحصول على نتائج لنحو 4644 طفلا في هذه التجربة في نهاية 2021. أبقى الآن المشاهدين الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.